راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا. أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الجمعة الموافق 9 شهر 6 سنة 2023. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. استمرار حريق مستودعات الشجرة لليوم الثاني ومعارك عنيفة في محيط مجمع اليرموك وأجزاء واسعة بالخرطوم. جثث ضحايا كتم بشمال دارفور لا تزال في العراء لليوم السادس، وهجوم جديد على الجنينة ما ترد الأوضاع الإنسانية. وفاة 71 طفلا و10 مسنين في دور الرعاية منذ اندلاع الحرب، والحرب تؤدي لتوقف عمليات غسيل الكلى بالفاشل. مقترح أمريكي سعودي لحدنة لمدة 24 ساعة ووصول 3500 نازح من الخرطوم إلى أبيي بسبب الحرب. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تواصل الحريق في مستودعات الشجرة للوقود والغاز لليوم الثاني بعد تعرضها للقصف خلال المعارك العنيفة بين الجيش والدعم السريع يوم الأربعاء، فيما أعلنت قوات الدعم السريع استمرارها في السيطرة على مجمع اليرموك ومستودعات الزخيرة، بينما لم يتسنى لراديو دبنجا الحصول على تعليق من الجيش. وأشار مواطنون إلى استمرار التصاعد الكثيف لأعمدة الدخان حتى صباح الخميس. وقال الناشط المدني مدثر فضل موسى لراديو دبنجا إن المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع تواصلت بجنوب الخرطوم والخرطوم بحري مصحوبة بقصف مدفعي وجوي بجانب شرق النيل. وأضاف الناشط المدني مدثر فضل موسى لراديو دبنجا: والله الحاصل علينا أنا حتى ناس بس شفت الناس الرهائن المحجوزين جوا بيوتهم قاعدين لا تعملوا شنو، بس تصحى كانوا تجنب تسمع الجبخانة منتظر وقتك بس 200 تموت أو ده اللي بيحصل. بس ما زي حاجة أنا أقولها لك، في مناطق من ما قامت اندلعت الحرب في مناطق في بحري دي، أنا من ما قامت الحرب لحد اليوم في بحري ما في لا كهرباء لا موية، وبعدين ما في أي نشاط إنساني ما في ذات. كان تقول لي في ناس قاعدين وناس حيين، ما في المناطق الآمنة شوية شوية، الناس يمشي الجامع تلقى الأولاد في الشارع بيلعبوا كورة، المحلات الآمنة ما فيها قتال أصلا. قتل 5 مصلين إثر سقوط غزيفة على مسجد في الصافية ببحري مساء الأربعاء خلال صلاة المغرب. من جهتها اتهمت وزارة الصحة بولاية الخرطوم الدعم السريع بالاعتداء على كوادر صحية ونحب عربة مستشفى والاعتداء على 3 مستشفيات. من جهتها أطلقت الاستخبارات العسكرية صراحة الدكتور علاء الدين نجد القيادي في الحرية والتغيير يوم الخميس بعد اعتقال دام أيام. قال الصحفي والمحلل السياسي ماهر أبو الجوخ إن الدعم السريع من خلال هجومه على معسكر اليرموك ومستودعات الشجرة وسلاح الزخيرة تحدث لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية. وأوضح لراديو دبنجا إن الدعم السريع يسعى لتحقيق وتشديد الحصار على سلاح المدرعات في الشجرة وتضييق القناق عليه. وذكر إن الدعم السريع تسعى أيضا لتحقيق مكاسب سياسية في ظل مسار عملية التفاوض الذي يتحدث عن وقف إطلاق النار وتحديد تمركز الأطراف وانسحاب القوات. وأضاف في هذا الخصوص: على المستوى العسكري واضح أن هذه العمليات العسكرية من أهدافها العسكرية هي تشديد الحصار على منطقة سلاح المدرعات في الشجرة، تظهر هذه مناطق مواجهة أو على مقربة من منطقة الشجرة العسكرية، بالتالي واضح أن الدعم السريع يريد أن يشدد الحصار ويزيد يضيق الخناق على منطقة الشجرة العسكرية. من جانبه قلل الخبير العسكري اللواء أمين مجذوب تأثير مجمع اليرموك على العمليات الميدانية للقوات المسلحة أو على تأمين سلاسل الإمداد اللوجستي للجيش، ونفى في حديث لراديو دبنجا سقوط مجمع اليرموك وهو أحد وحدات هيئة الصناعات الدفاعية، مؤكدا أن المجمع في قبضة القوات المسلحة.
تقدمت الولايات المتحدة والسعودية بمقترح لهدنة جديدة لمدة 24 ساعة تخضع لمراقبة بالطيران. من جانبه أكد مجلس التعاون الخليجي وأمريكا أن لا حل عسكري للصراع في السودان، وأعلن دعم الجهود السعودية الأمريكية. وفي الأثناء أدانت الخارجية السعودية تخريب واعتداء جماعات مسلحة على مبنى سفارتها في الخرطوم وملحقياتها، ودعت في بيان للتصدي للجماعات المسلحة التي تحاول النيل من أودة الأمن والاستقرار للسودان. من جهتها أكدت الأمم المتحدة أن فولكر سيعود إلى المنطقة قريبا، ودعت لوقف العنف وإنهاء نهب المساعدات الإنسانية في السودان. شفى مواطنون من كتم بشمال دارفور إن عدد من جثث ضحايا الهجوم الذي شنته الميليشيات المسلحة على المدينة ما زالت في العراء اليوم السادس. وقالت إحدى مواطنات المدينة التي رافقت الجرحى إلى الفاشر لراديو دبنغا إن أفراد الميليشيا اقتحموا المنازل وقتلوا المواطنين، وإن الجثث لا تزال في الطرقات والمنازل والجبال، وإن معظم الجرحى لم يتم إخلاءهم من المدينة. وأوضحت أن الجرحى اضطروا للعبور بطرق منتوية وخطيرة للوصول إلى الفاجر. وأشار أحد المرافقين إلى أن قوة من الدعم السريع اعترضت طريقهم، وأضاف في هذا الخصوص: في مدينة كتم حرقوا الأسواق وكل البيوت اتنهبت واسترقت، وأهلنا في الجبال ولحد الليلة ما رفعوا الجرحى، وحتى الجرحى الوصلهم طلعوا عن طريق الخلا يعني، وكان في مخاطرة ويعني مسافات بعيدة جدا، ومشى الشمال بعد ذاك اتجهوا شرك، بعد ذاك هو وصلوا مدينة الفاشر. وإحنا لحد الليلة اليوم الثالث تقريبا ولا الرابع الجسس ما مدفونة، وما في أي قوة جات، وما في أي زول بيقدر بيدخل في المدينة. وقالت إحدى المصابات من المستشفى الجنوبي بالفاشر إنها حامل في الشهر السابع، وإن أربع من أفراد الميليشيات اقتحموا منزلها وسألوها عن زوجها وهو جندي قبل أن يطلقوا عليها النار لتصاب في الحوض. وأكدت أن معظم الجرحى الذين وصلوا إلى الفاشر من حي كمبوت واثنين من معسكر كساب، وأوضحت أن بقية الجرحى من بقية الأحياء والمعسكرات لم يتم إخلاءهم. وأضاف أحد المرافقين: قمنا من هاي كمبوت مشينا بوادي تليا، من وادي تليا مشينا بمارة، مارة مشينا بجيرة، من جيرة مشينا بأنكا، من قبله مشينا ببيرة، من بيرة مشينا أنكا، من أنكا جينا دنكل هوش دنكل باحشيم، من باحشيم جينا بمليت، لما جينا تلانا في بوابة الحلوف ذاته ناس الدام السري صبتونا إنه ما نتحرك نهائيا، ومنعونا إنه كيف أنت تجي بالشارع ده، مهمين اتصرمنا اتكلمنا معهم ووصلنا الفاجر جبنا الجرحى. قتل العمدة محمدين علي النور براك بكتم، عمدة منطقة فروق التابعة لمحلية كتم بالشمال دارفور على يد قوات الدعم السري مساء يوم الأربعاء. وقال مصدر من كتم لراديو دبنغا أن عناصر من قوات الدعم السري دخلت إلى منزل العمدة وطلبت منه تسليم مفتاح سيارته، وأكد أن العمدة رفض تسليم المفتاح فتم إطلاق النار عليه وأردوه قتيلا في الحال. وأكد المصدر أن قوات الدعم السريع نهبت عربات المواطنين والمواتر التكاتي. تجدد هجوم الميليشيات المسلحة على مدينة الجنينة يوم الأربعاء من ثلاث محاور. وقال شهود أيان لراديو دبنغا إن المعارك استمرت منذ نهار الأربعاء وحتى وقت الغروب. وأوضح الشهود أن الميليشيات المسلحة تواصل الحصار على المدينة وسيطرت على المعبر إلى تشهد الذي يبلغ طوله 30 كيلومتر، مؤكدا أن التواصل مع تشهد بالغ الصعوبة وأن الاتصالات لا تزال مقطوعة. وأضاف سليمان أبو ريس وهو سوداني يقيم في فرنسا إنه لم يتمكن من التواصل مع أسرته في الجنينة منذ نحو 3 أسابيع. وعلى الحدود التشادية السودانية يعيش الفارون أوضاعا إنسانية قاسية، ومعظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن. وقال اللاجئون أن وادي صالح على الحدود امتلأ بالماء مما أدى لعزل عمال الإقاسة عن اللاجئين، وتسبب في تعطيل عمليات الترحيل ومنع وصول أي مساعدات للاجئين. وفي الأثناء اكتظت المساحة المخصصة للاجئين في معسكر جبل وكونغو وجوزامير بشرق تشاد باللاجئين الجدد، مما دفعت السلطات التشادية أن تتجه لفتح معسكر جديد في المنطقة. وأوضح لاجئون
إن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين اضطرت لتشييد القيام الجديدة في الساحات العامة وملاعب الكرة في معسكري جبل وكونغو. أعلنت حملة ما براكم وفاة 71 طفلا في دار المايقومة بالخرطوم منذ اندلاع الحرب وإجلاء بقية الأطفال إلى الحصاحيصة ومدني. من جانبها أعلنت وكالتا الصليب الأحمر واليونيسيف أن إجلاء 280 طفلا و70 من مقدمي الرعاية من دار المايقومة للأيتام خارج العاصمة. وفي ذات السياق كشفت حملة ما براكم أن وفاة 10 من المسنين في دور إيواء المسنين والمسنات بالخرطوم منذ اندلاع الحرب. وصل حوالي 3500 من النازحين إلى منطقة أبعية المتنازع عليها بين السودان ودولة جنوب السودان بسبب الحرب من الخرطوم حتى مطلع يونيو الحالي. وقال بلبك دين كوال سلطان أشاير دينكا نغوك لراديو دبنجا أن التدفقات الفردية من الخرطوم إلى منطقة أبيي لا تزال مستمرة. وكشف عن وصول أكثر من 250 شخص إلى أبيي أغلبهم من الشباب قدموا عن طريق الرنك عبر طيران الأمم المتحدة. وأضاف السلطان بليك دينغ سلطان أشاير دينغ كانوبوك لراديو دبنجا في هذا الخصوص: طبعا الناس اللي بيجوا كله الواحد بيمشوا في بيوت بتاع قبائل ما عمل لهم زي معسكر الواحد كده ما بس بنزلهم وبعدها كل واحد بيحاول يشارك السكن مع أهله أو أقربائه مسجلين بواسطة المنظمات مسجلين حسب الأحوجات بتاعهم. أعلنت الدكتورة تهاني فرح الدور مدير مركز غسيل الكلى بولاية شمال دارفور توقف عمليات غسيل الكلى بالمركز إلا للحالات الطارئة فقط بسبب نفاذ دواء الهيبارين الخاص بتخثير الدم لمرضى غسيل الكلى. وفي إقليم النيل الأزرق أعلنت جمعية سكر الأطفال بالنيل الأزرق التوقف الجزئي عن تقديم الخدمة لـ70 من أطفال السكري بالإقليم وانعدام الأنسولين والحقن بسبب انقطاع الإمدادات من الجمعية الأم بالخرطوم. تواصل القوات المسلحة في نيالة إقلاق الكوبري الوحيد الذي يربط شمال المدينة بجنوبها لدواعي أمنية مافته جزئيا عند الضرورة أمام حركة المشاة على الرغم من امتلاء وادي بيرلي. وقال مراسل راديو دبنجا إن التيار الكهربائي عاد صباح الخميس إلى أحياء وسط نيالة الامتداد المزاد وحي السينما وشم النسيم بعد انقطاع دام 3 أيام. وأوضح أن الأحياء المذكورة ما زالت تتعرض للسرقات والنهب من قبل مسلحين يستقلون دراجات نارية. سبب اندلاع الحرب في التوقف التام للدراسة في الجامعات والمصير المجهول لامتحانات الشهادة الثانوية. وقال صلاح الدين محمد وهو طالب بكلية التجارة في جامعة الجزيرة إن الحرب أثرت عليهم أكاديميا واقتصاديا ونفسيا. بينما قالت مها السنوسي وهي طالبة بكلية الأطر الصحية بجامعة نيالة إن الحرب والأوضاع السياسية تسببت في تعطيل متكرر للدراسة. وأضافت في هذا الخصوص: مها محمد السنوسي طالبة في جامعة نيالة كلية الأطر الصحية التخصص مساعد طبي عام. بالنسبة للأضرار والآثار من الحرب الحاصلة اتضررنا ومن الحروبات دي، فمنها الأضرار النفسية وأضرار اجتماعية أضرار اقتصادية. وصلنا لمرحلة فشلنا فيها يعني أكاديميا ويئسنا تماما من إنه في يوم من الأيام نكون نحن خريجين نمتلك شهادة جامعية عشان نمشي بها لقدام. كشفت لجان مقاومة شنبات الأراضي أن الانقطاع التام للإمداد المائي في شنبات والعديد من أحياء بحري منذ 53 يوما. وأوضحت في بيان إن عدد كبير من المواطنين هجروا منازلهم وانتقلوا إلى مناطق أخرى بسبب العطش. وعزى المهندس محمد العجب من هيئة مياه ولاية الخرطوم في حديث لراديو دبنجا الأزمة لسيطرة الدعم السريع على عدد من المحطات. وأضاف في هذا الخصوص: عندنا محطة رئيسة محطة الليبرا دي لسه ما اشتغلت، وعندنا محطة اختار من محطات ما شغالة هي، عشان كده الأسرة المنطقة في الخرطوم الأسرة لهذه المحطات مثلا مع الصليب الأحمر بحيث يتواصل معانا لأنه قاعدين يدخلوا اليوم. الخبر الأخير في النشرة: أعلن بنك السودان المركزي إنشاء غرفة طوارئ لإدارة الأزمة الناجمة عن اندلاع الحرب برئاسة محافظ البنك. وأشار البنك إلى تكوين غرفة طوارئ
تضم مديري عموم كافة المصارف بقرض التنسيق ومواصلة الجهود لعدد التطبيقات المصرفية المتوقفة، وأكد وضع الترتيبات اللازمة لاستئناف إجراءات منح التمويل المصرفي للقطاعات المختلفة. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير وعافية.